التمويل الأجنبي محظور على التنظيمات الدينية والسياسية بموجب الدستور في اليمن، ولكن في ظل غياب شفافية الإنفاق السياسي والكشف عن مصادر التمويل الحزبي يبقى الباب مفتوحا لكثير من المخالفات الدستورية والقانونية. هذا ما أكده المشاركون في ورشة عمل بشأن النصوص القانونية لتعزيز شفافية الإنفاق السياسي التي تقيمها المنظمة اليمنية لتعزيز النزاهة بالشراكة مع المؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية. تهدف هذه المسودة القانونية إلى تنظيم شفافية التمويل والإنفاق الانتخابي، بمعنى من أين يحصل المرشحون في الانتخابات العامة على أموال لتمويل حملاتهم الانتخابية وكيف ينفقونها. هذه المسودة القانونية تنظم هذه المسألة وتوفر أرضية للمجتمع المدني للإعلام وللمواطنين للمراقبة على هذه الحملات الانتخابية، بما يؤدي إلى وجود شفافية واضحة ومعلنة أثناء هذه الحملات الانتخابية. الورشة شارك فيها ناشطون حقوقيون وإعلاميون وممثلون عن الحكومة بمشاركة خبراء دوليين بهدف خلق تقارب بشأن صياغة مسودة قانون يعزز الشفافية في التمويل والإنفاق السياسي والانتخابي في اليمن. المؤسسة الدولية حريصة بشكل أساسي على جعلها عملية تشمل جميع الأطراف، عملية شاملة وعملية شفافة، وكما ترون اليوم من خلال دعم المؤسسة الدولية للنظم الانتخابية آيفس لمنظمة OPI ومنظمة يمن باك، هم يقيمون ورشة العمل التي نحضرها حاليا والتي تسعى بشكل أساسي لإدراج أنظمة قانونية لنظام الانتخابات تعزز شمولية العملية الانتخابية ونزاهتها. الورشة تعد جزءا من مشروع تعزيز الشفافية في الإنفاق السياسي في المنطقة العربية الذي ينفذ بشراكة بين منظمة برلمانيون عرب ضد الفساد والمؤسسة الدولية للأنظمة الانتخابية بتمويل من مكتب المبادرة الأمريكية للشراكة مع الشرق الأوسط. ويأمل المشاركون أن تسهم هذه الورشة بالكشف عن مصادر تمويل خارجية للعديد من الأحزاب السياسية في اليمن وتنظيم إنفاقها وضمان شفافيته. نايف المرائر، اليمن اليوم، صنعاء.